محمولين على الأكتاف بعد ساعات من قتلهم بواسطة القوات الأمنية عندما خرجوا محتجين على سوء الخدمات تحت نصب الحرية وسط العاصمة بغداد. ضحايا الاحتجاجات العراقية التي تجددت في وقت اجتازت فيه درجات الحرارة في البلاد 50 درجة مئوية، يشيعون في ذات المكان إلى مثواهم الأخير. سوء الخدمات وانقطاع الكهرباء أبرز أسباب خروج المحتجين عن صمتهم ضد حكومة لم تكمل شهرها الثالث بعد. ليلتان من الاحتجاجات أحرق المتظاهرون فيها الإطارات غضبا ورموا رجال الأمن بالحجارة، لكن سرعان ما جاء رد قوات مكافحة الشغب عليهم بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، رد دفع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إلى التعهد بالكشف عن الجنات خلال 72 ساعة. فتحنا التحقيق في كل ملابسات ما حدث يوم أمس في ساحة التحرير، وطلبت تقديم الحقائق أمامي خلال 72 ساعة. وزارة الداخلية التي كلفت بحماية المتظاهرين أشارت بأصابع الاتهام إلى جماعات وصفتهم بالعصابات الإجرامية التي تسعى إلى إثارة الفوضى عن طريق استهداف المتظاهرين. استعادت التظاهرات الاحتجاجية زخمها خلال اليومين الماضيين، وهي الأولى منذ تولي مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة. الكاظمي الذي اتهم من بعض الناشطين وقادة الاحتجاجات بأنه لا يختلف عن سلفه عادل عبد المهدي بقمع المتظاهرين. عاد الهدوء الحذر إلى ساحة التحرير معقل الاحتجاجات في البلاد، هدوء يفسره مراقبون بأنه انتظار لا أكثر لخطوات رئيس الحكومة بالكشف عن الجنات الذين تسببوا بمقتل المتظاهرين. شفيق عبد الجبار، العربي، بغداد.